السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخي أبا محمد، أنت تسمعني الآن أكثر من كل الموجودين، أنت تحس بي وتعرف صوتي وترى أننا نقف اليوم لنقول لك: ها أنت الآن بين يدي ربك سبحانه، وهذا وطنك يا أبا محمد، هذا وطنك الذي تقف اليوم في حجره، هذه حلب التي أنبتتك وأعطتك قيمها وحملت كلمتها فعانقتك دمشق واحتضنتك دمشق وأرسلتك إلى العالم صوتا جميلا وكلمة رائعة هادفة وقيما في الفن الذي أطلقته سوريا دائما رسالة ورجولة وعزة لا ميوعة ولا انحلالا. أخي أبا محمد، أنت الآن ودعت دمشق منذ سويعات، وهناك ودعتك دمشق بقلوبها وقالت لك: أنت الذي حملت رسالة سوريا إلى كل العالم، 60 سنة وأنت تحمل الرسالة، 60 سنة وما وجدناك مائعا في كلمتك، إنما وجدناك سوريا تحمل لغة هذا الوطن الذي أرسل كل رسالات السماء نورا وضياء. فتحت لك الصدور في كل العالم العربي والعالم الإنساني ليعطوك جنسية لتقيم عندهم، ليسرقوك من سوريا، فقلت لهم: من ينسى جذوره لا فروع له ولا أزهار. بقيت في جزرك، بقيت في أرضك، بقيت لتقول لكل من يحمل رسالة العلم والفن والتجارة الذين تركوا الوطن، لتقول لهم: سوريا هي الأرض التي باركتها السماء، وما حدث فيها من قتل ودمار ليس من أبنائها إنما من أعدائها، عودوا إليها فهي التي ربتكم، فاحموها بدمائكم واحموها بقوتكم. هذا أبو محمد صباح الدين، أعرف ما عرض عليه من كل الأوسمة في العالم، ولكن أعظم وسام وضع على صدره هو ما وضعه الرئيس القائد عام 2007 في دمشق ليقول لك: إني أكرم سوريا بك يا صباح الدين فخري، إني أكرم وطن وليس أكرم فنا إنما أكرم رسالة، فقد كنت تحملها بعز وكرامة. كيف أنساك وصوتك في مآذن حلب لازلت أذكره،
كيف أنساك وأنت الذي وقفت على المسارح لتنقل الكلمة التي ملئت حباً ورجولة وإيماناً حينما تقول بعد حرب 73 حملت روحي على كفي، حملت روحي على كفي، لأنك كنت صاحب رسالة. وحينما جئت بالأندلس إلى سوريا وحملت كلمة الأندلسيات وأعطيتها سورة سوريا وقلت لهم من الأندلس لولا سوريا؟ أوليس كل فن الأندلس كان من دمشق وبلاد الشام؟ نعم أبا محمد، أنت الذي وقفت تنادي مولاك يا داعيا لله مرفوعا يدي متوسلا متضرعا بالمنجد، يا من له عز الشفاعة في غدي. هذا أبو محمد جاءك وهو الذي أنشد كثيرا يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد. هذا أبو محمد جاءك وهو الذي زارني منذ أعوام وقال لي وقفت أمام رسول الله في الروضة الشريفة ومددت يدي إليه وقلت لنفسي هذا المصطفى، يا نفس هذا المصطفى، يا قلب هذا المصطفى، بث شكواك له وانتحبي. نعم الآن تكرمك سوريا لأنك كرمتها، وتحملك سوريا على الأكتاف والأعناق والقلوب لأنك حفظتها. ويرسل القائد من يحمل رسالة الحب إلى حلب، وليقول لحلب أرسلني قائد الوطن لأحمل لكم كل تعاذيب. أخي سعادة الوزير، قل للسيد الرئيس إن تكريمك اليوم لهذا الرجل هو تكريم لكل دماء الشهداء التي ثبتت وصمدت في هذا الوطن. قل له إن هذا الرجل الذي أصر على أن يبقى جنسيته وهويته وولاءه وحبه لسوريا، أنت اليوم تكافئه يا سيادة الرئيس لتقول لكل أبناء سوريا عودوا إلى وطنكم فالعز في الوطن، عودوا إلى بلدكم فالسيادة في الوطن، ولا تكونوا خارج وطنكم تابعين لغيركم. سوريا ستحتضن كل أبنائها الصادقين. حزني كبير على من مات خارج هذا الوطن ولم يلق من يصلي عليه، وفرحي كبير وأنا أرى دمشق وحلب تقف بأجمعها لتقول للسيد الرئيس ولأبي محمد إن الوفاء للوطن وفاء عظيم، وإن الوقوف مع الرجال وقفة رجال. لذلك رحمك الله أخي أبا محمد وأبا عمر وأبا أنس وأبا طريف، وبارك الله في الأسرة لأقول لكم أيها الأبناء الأربعة إن أباكم ترك لكم في الوطن عزا، وترك لكم في الوطن كلمة وتعازي لعمكم صفاء الذي هو الأخ الأخير لهذه الأسرة، وتعازي لجدكم إمام المسجد صديق أبي الذي كان يعلم القرآن في حلب ويدرس العلم الجميل، وتعازي إلى أهل حلب الحبيبة التي تودع اليوم رجلا وقف ليقول للعالم هذه بلاد الشام أشرق منها نور المسيح على العالم، وأشرق منها عمود الإسلام،
وبقيت حاضنة لكل الإنسانية، ستبقى هكذا سوريا. إلى لقاء بين يدي الله يا أبا محمد، واذكر له حالة بلاد الشام أنها تنتظر النصر من الله، وأنها تنتظر المدد من الله، وأنها تنتظر العون من الله، وهي على وعد رسول الله: عليكم بالشام فإنها الأمن والإيمان إلى يوم القيامة. لقنك الله حجتك، وأقالك عثرتك، وآنس غربتك، وغفر ذنبك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله تعالى أن يخلفك في هذا الوطن برجال يحملون النور والكلمة والعلم والفن الشريف لكل العالم، وسوريا ستبقى ولادة الرجال، وستبقى فيها الحكم والقيم. فلنصلي عليك ولا نودعك، إنما نقول لك: هناك بين يدي الله من ينتظرك ليلقاك، من أحببتهم وعشت معهم بروحك، فيحشر المرء مع من أحب. صلاة الجنازة 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة ندعو للمرحوم بما يفتح الله علينا، التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. أبناء الفقيد توكلوننا بالصلاة عليه، فأنتم أحق الناس بالصلاة عليه. لا لا، خليه خليه، كل شيء محمد أكبر صف شنكم معنا مع الأقطار مع جنوزة. الله أكبر. محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا، إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم إنه من ذنبك وأن تخذني وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت، اللهم فتلقه برحمتك رضاك. اللهم اغفر له ذنبه فلم يشكره وأن يرضيه، اغفر له ما قدم وأخر. ربي اغفر له. اللهم انزل عليه سحاب الرضا واسكن به سحاب. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ الفاتحة على روحه وروح الجميع. الرأس من